مرحبا أصدقائي، إن شاء الله تكونوا بخير. راح نتابع بمراجعة النظميات. مثل ما اتفقنا، المعلومات اللي بها الفيديو جدا مقتضبة ومختصرة. ببساطة جدا، نحن حكينا عن الحصارات، راح نحكي اليوم عن الآفات التسارعية. اضطرابات النظم التسارعية هذا قل فينا نقسم لآفات سبرا فنتريكولار فوق بطينية، وآفات فنتريكولار بطينية. فوق البطينية تتميز إن المركب حيكون ضيق، تمام؟ التسارعات البطينية المركب حيكون عريض. متل شو فوق بطينية؟ رجفان أذيني atrial fibrillation، رفرفة أذينية atrial flutter، paroxysmal supraventricular tachycardia. على سبيل المثال التسارعات البطينية VT VF torsade de point. أوكي، ما نحكي عنهم بشكل مختصر. بداية الرفرفة الأذينية ممكن يكون النظم regular أو irregular، منتظم أو لا، يعني المسافات بين RR متساوية أو لا. السرعة، لاحظون الأي، السرعة الأذينية 220 إلى 430، وسطيا 320. أوكي، وسطيا 320-350 بهالأرقام. المنظر البي بيسموه أسنان المنشار، so tooth appearance. اوكي، المركب كيو ار اس ضيق، المسافات البقيه طبيعيه. هذا منظر اخر للرفرفه الاذينيه، منظر اسنان المنشار. سرعه الضربات الاذينات حوالي 320. فكطريقه حفظ صغيره، الرفرفه وأسنان المنشار و320 مثل الرابط العجيب. الرف رف الخشب، نحن نقصه بالمنشار، صح؟ بالمنشار، وبالتالي أسنان المنشار. عدد الأسنان قديش؟ حوالي 32 سن، صح؟ وبالتالي هذا الرقم 32 320. وبالتالي سرعة ضربة الأذينات 320، منظر أسنان المنشار مع الرف، رفرفة أذينية بتذكرني بالمنشار وعدد الأسنان. أوكي، في حال جتك خيارات، اتفقنا؟ على فكرة بالتسارعات فوق البطينية ما راح تشوف منظر بي مثل العادة، يعني رجفان أذيني ما في بي، رفرفة أذينية منظر أسنان المنشار، تسارع فوق بطينية اشتدادي ما راح تشوف بي. أوكي، مشان جاك فخ ما راح تقول إنه بي واضحة. طيب، التسارع اللي بعده هو تسارع فوق بطيني اشتدادي سبرا فنتريكولار تاكيكارديا، حتى بيقولوا احيانا باروكسيزمال. هذا تسارع ريجولار منتظم، السرعه ممكن احيانا بيقولوا فوق 180 لا خلاف، بي ما انا موجوده مثل ما اتفقنا، كيو ار اس ضيق، اس تي ديبرشن يعني في زحول انخفاض بي اس تي. هلا قطعه اس تي هي بهالمستوى، صح؟ هاي القطعه اس تي، هاي القطعه اس تي بانتقالنا مع خط السواء. خط السواء وينه؟ هو الخط اللي مستقيم اللي بعد موجة تي، يعني هذا الخط، هذا الخط اللي بعد موجة تي بقارنه مع قطعة اس تي، وبالتالي اس تي فيه زحول، ممكن نتيجة التسارع اس تي ديبريشن. العلاج شو ممكن اعطي؟ اعطي دواء اسمه ادينوزين، ادينوزين. اوكي، ادينوزين. لاحظ السرعة ار بهالمستوى، الخط هذا لو كانت R حتكون 300، R بيخط بتكون 150، وبالتالي بحدود 180 تقريبا كسرعة. فكطريقة حفظ صغيرة، SVT منتظم، العلاج أدينوزين، PRP غير واضحة، ممكن تلاقي depression والمركب ضيق. إذا كان في واحد عم يشتغل صح وهو منتظم، دوما منتظم وعم يشتغل صح، بيكون وضعه مع الأسف زفت، بيكون وضعه زفت وبيتحارب، صح؟ حتى أحيانا ممكن يكتئب depression وبينزل، صح؟ ممكن تروح تزعل عليه وبتقول يا ترى ممكن أساعده وأدينه إذا كان وضعه زفت، إذا وضعه زفت أدينه وأساعده أدينه، تمام؟ مش عايز أقول لك حاجة زي الزفت، حاجة زي الزفت.